خلال كلمته في مؤتمر العمل العربي، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستظل داعمة لكافة قضايا الأمة العربية وحريصة على استقرار شعوب المنطقة. بموجب الاتفاق الأممي بين موسكو وكييف، أوكرانيا تعلن مغادرة نحو 4 ملايين طن منتجات زراعية من موانئها. رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدين من يريفان هجمات أذربيجان الأخيرة على أرمينيا. 3 عصرا بتوقيت القاهرة، 1 ظهرا بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الأمة العربية وحريصة على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة، مشيرا إلى أنه آن الأوان لإعلاء المصالح القومية ونبذ الخلافات والفتن التي يستهدف مشعلوها طمس الهوية العربية والعبث بمقدرات شعوبنا. وخلال كلمته بالدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربي، شدد الرئيس السيسي أنه أصبح من الضروري أن تستدعي الأوضاع الجديدة وقفة حقيقية لمراجعة وتقييم حقيقي وواقعي لكافة المتغيرات الحالية على المستوى الدولي والإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل النهوض والتطور والمعرفة والإبداع والابتكار. وقال الرئيس السيسي إن مصر لن تكف عن السعي لأي خيار يؤدي إلى تسوية شاملة لجميع المشكلات في المنطقة، لا سيما في أرض فلسطين العربية، معربا عن أمله في أن يتحقق الرخاء والرفاهية لجميع الشعوب العربية. وهنالك مشكل عمالة مطروح، لأن عدد من الدول المتقدمة والغنية لها احتياجات وتريد أن تلبي هذه الاحتياجات بالموارد البشرية للدول الصاعدة، ومنها في كثير من الأحوال دول عربية. فنحن مطالبين كوزراء للتشغيل أو العمل أو الشغل حسب المنطوق الدول أن تكون لنا أفكار واضحة في هذا المجال، أن تكون لنا استراتيجيات واضحة، وأن نكمل بعضنا البعض في إطار تجربة ما بين هالدول. الرقمنة هي موجودة كانت خلال السنوات ما بعد 2030، ولكن جائحة كورونا عجلت من الاستفادة أو من هذه الوظائف أو ولادة هذه الوظائف. نحن وضعناها اليوم أمام كل المؤتمرين أطراف الإنتاج 3 لتكون يعني الفرصة آتية، ونستذكر معا ما هي الوظائف التي سنفقدها في المستقبل وما هي الوظائف التي ستحل محلها. منظمة العمل العربية حريصة كل الحرص أن تكون في حاضرة لهذا الأحداث الحقيقة اللي اليوم من المفترض ان نكون يعني احنا مشاركين وملزمين وملتزمين في عملتنا العربية في دول أوروبا كافة وليس في الدول العربية. اليوم انا اعتقد ان مؤتمر العمل العربي توجهه ليس على المنطقة العربية وبس، بل على العالم كله، لان العالم هناك في من يتأثر من العمالة العربية في دول العالم كافة. انطلقت فعاليات المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة برئاسة رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الأمناء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تحت شعار الأخضر حياة. ويقام المؤتمر في إطار التحضيرات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP27 والمقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ. وعلى هامش المؤتمر أعلن رئيس مجلس الشيوخ رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تخصيص مقر دائم للمحكمة العربية للتحكيم بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مما يساعدها على تحقيق أهدافها. وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لرعايته الخاصة التي أولاها للمحكمة منذ اليوم الأول لإنشائها من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك. وأضاف أن مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية. توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية. هذا ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء بتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة. توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على إقرار لائحة سير لإجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني خلال الفترة القادمة، وكذلك الانتهاء من تحديد مهام مقرر اللجان كافة وكتيب للإرشادات وقواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني. وخلال اجتماعيه 7 و8 قام مجلس الأمناء بدعوة الكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوار مجتمعي وجماهيري في المحافظات المختلفة، وذلك في إطار تخصصات اللجان الفرعية التي أقرها مجلس الأمناء، وتلقى مقترحات المواطنين والجهات المختلفة مع رفع نتائج تلك الحوارات لمجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك لضمان الوصول المتكافئ لكافة فئات المجتمع المصري. ورحب المجلس بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري من أحزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصية عامة وخبراء وباحثين، إضافة إلى المواطنين من مقدم المقترحات والرؤى عبر الموقع الرسمي خلال جلسات اللجان الفرعية، وذلك ضمانا لتوسيع قاعدة المشاركة وتمثيل جميع فئات الوطن في الحوار المجتمعي. حدث نقاش واسع ومتسع في مختلف القضايا، تم مناقشة كيفية بدء اللجان أو النقاش داخل اللجان، كيفية اختيار الأسماء، الآليات التي يتم عليها الحوار، وكيف تدار الجلسات الرئيسية في الحوار الوطني، وكيفية عمل اللجان. كانت هناك يعني مسألة تجولنا كثيرا في مستقبل الحوار والأيام المقبلة، وكيف يكون الشكل، وكيف يكون الاختيار للمتحدثين. في الحقيقة يعني كان هناك توافق كبير جدا مع جميع الأطراف، وكانت هناك حماسة شديدة جدا وهمة كبيرة جدا للوصول إلى توافق كبير يتعلق ب لإجراءات المقبلة لجلسات الحوار. قالت وزارة البنية التحتية في كييف إن 165 سفينة تحمل 3.7 مليون طن من المنتجات الزراعية غادرت أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لفتح الموانئ البحرية الأوكرانية. وبموجب الاتفاق الذي وقعته موسكو وكييف في 22 يوليو الماضي، أعيد فتح 3 موانئ على البحر الأسود. وكانت صادرات الحبوب الأوكرانية قد تراجعت بعد أن بدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالميا وأثار مخاوف من نقص الغذاء في إفريقيا والشرق الأوسط. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل أكثر من 180 جنديا أوكرانيا خلال محاولتهم شن هجوم على محور نيكولاييف كيريوف روغ. وأكدت وزارة الدفاع أنه تم القضاء على نحو 100 جندي أوكراني في منطقة زابوريجيا، كما تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في عدد من مناطق دونتسك 110 عسكريين، وفي مقاطعتي خاركيف وخرسون قتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا بضربات مركزة ودقيقة.
تتزايد المطالب بتشكيل محكمة دولية خاصة في أقرب وقت ممكن بعد اكتشاف مقابر جماعية بالقرب من مدينة إزيوم شرق أوكرانيا. يأتي هذا في أعقاب انسحاب القوات الروسية من المدينة، ودعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب بعد العثور على مئات الجثث في مقابر جماعية قرب مدينة إزيوم. استعادة الجيش الأوكراني لعدد من الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية كانت بمثابة الفرحة التي لم تكتمل للأوكرانيين، فشعور السعادة بالانتصار تغلبت عليه دموع الفقدان للعديد من المواطنين الأوكرانيين، خاصة بعد اكتشاف المقبرة الجماعية في إزيوم التي كانت تحتوي على أكثر من 400 جثة لمواطنين تم قتلهم. مشهد المقبرة الجماعية في إزيوم يعد المشهد الإنساني الأسوأ في الأزمة الأوكرانية منذ اندلاعها في 24 من فبراير الماضي، حيث تحولت بوصلة الأوكرانيين من البحث عن منازلهم عقب انسحاب القوات الروسية إلى البحث عن ذويهم وأصدقائهم بين جثث القتلى في المقبرة الجماعية ليتجدد الألم وينتهي الأمل بعودة أي منهم. فرق الطوارئ وصلت استخراج مئات الجثث من المقبرة، ورغم عدم معرفة أسباب الوفاة في تلك المقبرة الجماعية إلا أن السكان المحليين أكدوا أن بعض القتلى لقوا حتفهم في غارة جوية، فيما قالت السلطات الأوكرانية إن جثة واحدة على الأقل كانت مقيدة اليدين وتوجد علامات حبال على الرقبة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كشف أن المحققين عثروا على أدلة جديدة على استخدام التعذيب مع المدفونين في إزيوم، وهي واحدة من أكثر من 20 بلدة استعادتها القوات الأوكرانية، وذلك في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد. أما في موسكو فلم يصدر أي رد على اكتشاف المقابر، مؤكدين أن القوات الروسية لم ترتكب أي جرائم في الحرب أو استهداف مدنيين، فيما قلل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أهمية الهجوم الأوكراني المضاد السريع، محذرا من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغوط، وهو ما يؤكد أن الأزمة الأوكرانية لم تعد تقترب من نهايتها وأن مزيدا من الأحداث سوف تشهدها الفترة القادمة. حث الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين على عدم استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية التكتيكية في أعقاب ما وصفه بالنكسات في أوكرانيا. وقال بايدن إن رد الولايات المتحدة سيكون تبعا لذلك، لكنه امتنع عن الإدلاء بتفاصيل، لافتا إلى أن روسيا ستصبح منبوذة في العالم أكثر مما كانت عليه في أي وقت مضى. وكان الرئيس الروسي قد حذر من أن موسكو سترد بقوة أكبر إذا تعرضت قواتها لمزيد من الضغط، مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم في مرحلة ما وسائل غير تقليدية مثل الأسلحة النووية أو الكيميائية الصغيرة. ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا وسعت على الأرجح نطاق المواقع التي استعدت لضربها في أوكرانيا في خطوة تهدف لإضعاف معنويات الشعب وحكومة أوكرانيا. وذكرت الوزارة في إفادة مخابراتية يومية أن روسيا زادت من استهداف البنية التحتية المدنية في الأيام السبعة المنقضية حتى في مناطق لا تعتبرها ذات تأثير عسكري فوري. وأشارت الوزارة إلى أن فئة هي المهمة تضمنت ضربات استهدفت شبكة الكهرباء وسدا على نهر هناك في منطقة كريفيرية. دعا وزير خارجية ليتوانيا إلى إمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة، وذلك في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وأكد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه يريد إرسال فريق إلى مدينة إزيوم الأوكرانية للتحقق من مقبرة جماعية عثر فيها على أكثر من 440 قبرا. ومن جهته جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المطالبة بإدراج روسيا في لائحة الدول الداعمة للإرهاب. After the, you know, spending some.
قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليست إن أستراليا لن تمنع السياح الروس من دخول البلاد في إطار العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا. وفرضت أستراليا منذ بداية الصراع عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية، بما في ذلك معظم القطاع المصرفي الروسي وجميع المنظمات المسؤولة عن الديون السيادية للبلاد. وزودت أستراليا أيضا أوكرانيا بالمعدات الدفاعية والإمدادية الإنسانية في الوقت الذي حظرت فيه صادرات خامات الألمونيوم إلى روسيا. تعقد الصين وروسيا الجولة 17 من المشاورات الأمنية الاستراتيجية بين البلدين بكين والأولى منذ الأزمة أو الأولى منذ الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير الماضي. وفي بيان لها قالت وزارة الخارجية الصينية إن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف سيشارك في المشاورات التي ستجرى على مدار يومين بدعوة من كبير مسؤولي السياسة الخارجية يانغ جيتشي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني كو شينكون. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن المشاورات الأمنية الاستراتيجية الأخيرة بين البلدين عقدت في مايو 2021 في روسيا. وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد أكد استعداد بكين لتقديم دعم قوي لروسيا في الأمور المتعلقة بمصالحها الأساسية. ومن جهته أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد أن روسيا والصين لا تسعيان لقيادة العالم بأسره، مضيفا أنه توجد هناك دول أخرى تسعى للقيام بذلك. وأشار بيسكوف إلى التطابق الكامل في موقف روسيا والصين من مختلف الأعمال الاستفزازية الصادرة عن الولايات المتحدة، مؤكدا أن موسكو وبكين متفقتان على أن مثل هذا السلوك المزعزع للاستقرار غير مسؤول. ذكرت صحيفة وول ستريت أن الولايات المتحدة تدرس تنفيذ قواعد مالية جديدة تتطلب من البنوك الإقليمية الكبرى إضافة احتياطيات مالية يمكن استخدامها في أوقات الأزمات. وذكرت الصحيفة أن الخطوات الجديدة تشمل قيام البنوك الإقليمية بزيادة الديون طويلة الأجل للمساعدة في امتصاص الخسائر في حالات التعثر عن السداد. ويستعد المستثمرون بالولايات المتحدة لاستمرار الزيادات القوية في أسعار الفائدة الفيدرالية بعد قفزة غير متوقعة في التضخم الشهري أعادت إشعال المخاوف بشأن ضعف سيطرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على ضغوط الأسعار المستمرة. أهلا بكم مجددا. توقعت صحيفة الجارديان أن تطلق بريطانيا هذا الأسبوع أكبر زيادة في تكاليف الاقتراض منذ 25 عاما على الأقل، عندما ترفع أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية ارتفاعا من المستوى الحالي البالغ 1.75%. وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم البريطاني انخفض في أغسطس من 10.1% في يوليو، ولكنه يظل قريبا من أعلى مستوى له منذ عام 1982 عند 9.9%، وهو ما يقرب من 5 أضعاف المعدل المستهدف. كما تشير البيانات إلى أن الجنيه الاسترليني قد وصل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 40 عاما، مما يعكس عدم ارتياح المستثمرين بشأن الآفاق الاقتصادية المتدهورة في المملكة المتحدة.
ذكر المستشار الألماني أولاف شولتز أنه سيتعين على ألمانيا الاستعداد لوقف روسيا لواردات النفط بعد وقف الغاز. وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت وضع شركتين ألمانيتين تابعتين لشركة النفط الروسية المملوكة للدولة روسنفت تحت الوصاية لمدة 6 أشهر مبدئيا تبدأ اعتبارا من الخميس الماضي. في تلك الأثناء اتهمت شركة النفط الروسية روسنفت ألمانيا بالمبادرة القصرية لفرعيها الألمانيين، وذلك في أعقاب قرار برلين بوضع الشركتين تحت سيطرة الدولة. تظاهر الآلاف في النمسا في الميادين الرئيسية بالعاصمة فيينا احتجاجا على تفاقم معدلات التضخم في البلاد. وقالت الأمينة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية إن الحكومة تجاهلت مرارا المقترحات المقدمة من النقابات العمالية حول كيفية مكافحة التضخم، لافتة إلى أن هناك حاجة إلى كبح جماح أسعار الطاقة بدلا من مجرد دعم جزئي لأسعار الكهرباء. المزيد في التقرير التالي. تستعد النمسا لشتاء غير عادي بالتزامن مع أزمة الطاقة التي أثرت على كل نواحي الحياة، حيث انكمشت حركة الاقتصاد في فيينا بشكل كبير خلال الأشهر الماضية على الرغم من النمو الاقتصادي القوي الذي شهدته النمسا، وذلك في النصف الأول من العام بعد توقع أحدث تقرير اقتصادي صادر عن بنك النمسا نمو الناتج المحلي الإجمالي للنمسا بنسبة 4.4%، وذلك للعام الجاري، وتراجع معدل النمو إلى 1.5% في العام القادم 2023. وعلى الرغم من هذه التقارير شهدت النمسا الأيام الماضية مظاهرات ضخمة، حيث شارك عشرات الآلاف في مسيرات الاحتجاج في جميع الولايات الفيدرالية التسع، تتقدمهم زعيمة الحزب الاشتراكي باميلا راندي فاغنر بالإضافة إلى العديد من أعضاء حزبها. وقالت الأمينة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية في فيينا إنغريد رايشيل إن الحكومة تجاهلت مرارا المقترحات المقدمة من النقابات العمالية حول كيفية مكافحة التضخم، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى كبح جماح أسعار الطاقة بدلا من مجرد دعم جزئي لأسعار الكهرباء. وأضافت الأمينة التنفيذية لاتحاد النقابات العمالية أن شركات الطاقة تحقق حاليا أرباحا فائضة ضخمة، في حين أن الكثير من الناس لم يعودوا قادرين على العيش، معتبرة أنها فوضى يجب التخلص منها. هذا وأكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن بلاده وأغلب دول أوروبا تعمل على السيطرة على أسواق الطاقة بشكل جيد وإدارة الأزمة الراهنة بكفاءة عالية، موضحا أن الحكومة الفيدرالية اتخذت بالفعل أولى الخطوات المهمة نحو ذلك. هذا وتعول فيينا الآن على الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ تدابير سريعة وفعالة لمواجهة أزمة الطاقة. أكدت الحكومة الإيطالية أنها تبنت حزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة. وأوضح وزير الاقتصاد والمال الإيطالي دانييلي فرانكو أنه تم إنفاق 52 مليار يورو حتى الآن، وأن إجمالي المساعدات بلغ 66 مليار يورو. المزيد في سياق التقرير التالي. تواجه إيطاليا العديد من الأزمات الاقتصادية ومن أهمها تسارع نسب التضخم، حيث أكد المعهد الوطني للإحصاء الإيطالي ارتفاع نسب التضخم في إيطاليا في شهر أغسطس الماضي بنسبة 8.4%، وهو مستوى قياسي منذ عام 1985. هذا وتواجه روما ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء والغاز قدر بنسبة 44.9%، وأيضا ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المصنعة بنسبة 10.4%، والسلع المعمرة بنسبة 4.2%. الحكومة الإيطالية قامت بحزمة جديدة من الإجراءات بقيمة 14 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع ارتفاع فواتير الطاقة، وينص مشروع القانون الذي تبناه مجلس الوزراء الإيطالي على أن يمدد خلال الفصل
الرابع من عام 2022 الإعفاء الضريبي للشركات التي تستفيد من ضمان الدولة على القروض والتي تم الحصول عليها للتخفيف من أزمة السيولة الناجمة عن ارتفاع فواتيرها، كما تم تمديد خفض ضرائب الطاقة حتى نوفمبر المقبل. كما ينص مشروع القانون على صرف مساعدة قدرها 400 مليون يورو لنظام الصحة العامة ومكافأة قدرها 150 يورو لمن يقل دخلهم السنوي الإجمالي عن 20,000 يورو بما فيهم المتقاعدون، وهذا يشمل نحو 22 مليون شخص. القطاع الزراعي سيستفيد من تمويل بقيمة 190 مليون يورو لخفض كلفة الديزل والنقل والتدفئة في البيوت البلاستيكية. رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أعلن أن حكومته تبنت مطلع أغسطس حزمة من الإجراءات بقيمة 17 مليار يورو تضاف إلى 35 مليار يورو تم صرفها حتى الآن من قبل الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار. وبهذه الحزم من المساعدات تصبح إيطاليا من بين الدول الأكثر إنفاقا في أوروبا لتفادي أزمة الطاقة. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الدكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي. يعني دكتور أحمد، بداية وبعد التحية، معدلات إذن التضخم المرتفعة لا زالت تضرب جميع البلدان حتى في أوروبا والولايات المتحدة جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الحالية وقبلها أيضا أزمة كورونا. إلى أي مدى يمكن أن تطول هذه الأزمة؟ وأيضا ما هي كيفية الحل على الأمد القريب؟ يعني من المتوقع هذا الوضع الصعب خاصة بالنسبة للدول الأوروبية أن يستمر لفترة زمنية قد تطول، لأن أوروبا تقليديا هي تعتمد على مصادر الطاقة الروسية بالنسبة للغاز الطبيعي ما يزيد عن 40%، وكذلك أيضا تعتمد بشكل أساسي على النفط الروسي. وطالما أن أوروبا هي تحاول إيجاد البديل خاصة عن الغاز، ولكن هذا البديل يعني أوروبا تمكنت من إيجاد حوالي 25% من حاجياتها عن طريق الغاز المسال، ولكن هذا الغاز المسال يعني تكلفته أكبر بكثير من الغاز الذي كان يأتي عبر الأنابيب من روسيا. كذلك أيضا هناك مخاطر كبيرة جدا، لأن أوروبا تعتمد على إيجاد البديل عن الغاز الروسي من خلال الغاز الذي يأتي بشكل أساسي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو على شاكلة الغاز المسال. ولكن كما هو معلوم أن مع بداية كل فصل شتاء الشواطئ خليج المكسيك تواجه أعاصير قوية، لذلك من المتوقع أن إمدادات الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتوقف. مثل هذه الجوانب يعني تبقى دائما في أذهان المستثمرين، وهذا ما سوف يجعل أسعار الطاقة تحافظ على خطها التصاعدي للمرحلة المقبلة. كذلك أيضا جانب آخر مرتبط مع عدم قدرة الاتحاد الأوروبي كتكتل كامل يضم تحت مظلته 27 دولة، عدم قدرته من يعني فرض صيغة تفاهمية مشتركة كخطة لجميع الدول الأعضاء لكي يعتمدونها ومن أجل تخفيف مستوى التضخم، وهذا ما يزيد من خطورة الوضع بشكل كبير، خاصة وأن يعني دول منطقة اليورو 19 هي تخلت عن الكثير من أدواتها البنكية الأساسية عندما اعتمدت اليورو كعملة موحدة لها. يعني ليس بإمكان دول منطقة اليورو القيام بخطوات التسيير الكمي أو ما يعرف باللغة العامية بطباعة العملة، حتى تعتمد أكثر على مثل هذه الأدوات البنكية لتجاوز هذه الأزمة الخطيرة. لذلك من المتوقع أن اقتصادات منطقة اليورو بشكل خاص سوف تواجه متاعب اقتصادية، سوف تعيد سيناريو أزمة الديون في عام 2012. ومثل هذه المخاطر نراها باتت واضحة في صناديق الاقتراع. الانتخابات السويدية قبل حوالي 4 أيام انتهت بالنصر الكاسح لليمين واليمين المتطرف. هناك توقعات قوية جدا بأن الانتخابات الإيطالية المقبلة في 25 من الشهر الجاري أيضا سوف تؤدي إلى
فوز جورجيا ميلوني، وحزب جورجيا هو يميني بشكل كبير، كذلك أيضا باقي الأحزاب المتحالفة معها. لذلك الوضع بالنسبة للقارة الأوروبية هو وضع قاتم وخطير، ويمكن أن ننتقل إلى ما هو أسوأ وأخطر بكثير. نعم، وضحت الصورة الدكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك. أعلنت وزارة المالية السريلانكية أنها ستطلع جميع دائنيها الخارجيين يوم الجمعة المقبلة على الصفقة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي من أجل التعافي الاقتصادي والخطوات التالية في عملية إعادة هيكلة الديون. وذكرت وسائل الإعلام في سريلانكا أن الحكومة ستقدم عرضا عبر الإنترنت للدائنين الخارجيين حول آخر مستجدات بشأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذلك التطورات الأخيرة في مجال الاقتصاد الكلي وأهداف حزمة صندوق النقد الدولي والخطوات التالية في عملية إعادة هيكلة الديون. قال وزير المالية في هونغ كونغ بول تشان إن هونغ كونغ تتجه نحو تسجيل عجز مالي يتجاوز 12.7 مليار دولار في عام 2022 وسط تباطؤ اقتصادي أدى إلى تقليص الإيرادات. وأضاف وزير المالية أن أفاق الاقتصاد لا تزال صعبة، موضحا أن إجراءات الدعم المالي بما في ذلك قسائم المستهلك الصادرة من الحكومة ستساعد في تعزيز النمو. وتعتمد أفاق النمو في هونغ كونغ على سياسة مكافحة فيروس كورونا ومعدلات الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الفيدرالي. قال محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك إن مستويات التضخم في المملكة ما زالت ضمن معدل معقول. وأظهرت بيانات رسمية سعودية أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة ارتفع 3% من أغسطس وفي أغسطس تحديدا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متسارعا من 2.7% في يوليو. قال محافظ البنك المركزي التونسي إن بلاده تتوقع التوصل لاتفاق في الأسابيع المقبلة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض يتراوح بين 2 ملياري دولار و 4 مليارات دولار على 3 سنوات. كانت وزارة الصناعة والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات في تونس قد أعلنت تعديل أسعار بعض المواد البترولية. وأوضح بيان مشترك للوزارتين أنه بالنسبة للمحروقات التي لا يتجاوز استهلاكها نسبة 1% من الاستهلاك الإجمالي للمحروقات مثل البنزين الخالي من الرصاص والغاز، فقد تم إقرار تعديل في أسعارها في حدود 5%. اقترحت وزارة الدفاع التايوانية زيادة الإنفاق الدفاعي ليشمل التزود بطائرات مقاتلة حديثة. وأكدت الوزارة أنها ستنشر أنظمة مضادة للطائرات المسيرة اعتبارا من العام القادم بتكلفة تزيد عن 108 مليارات دولار تايواني، وذلك لمواجهة تطلعات صينية متكررة بطائرات مسيرة بالقرب من جزرها البحرية. ذكرت السفارة الصينية في التشيك أن الزيارة الحالية التي يقوم بها وفد تشيكي إلى تايوان تقوض الأسس السياسية للتعاون التشيكي الصيني. وأضافت السفارة الصينية أن الزيارة دعمت القوى الانفصالية التي تضغط من أجل استقلال تايوان. كان الوفد التشيكي قد أفاد بأن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون في صناعة أشباه الموصلات ومكافحة كورونا وغيرها من المجالات.
يقيم الملك تشارلز الثالث حفل استقبال لمئات من الزعماء وكبار الشخصيات من بلدان مختلفة بقصر باكنغهام، وذلك قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقرر لها غدا، حيث من المتوقع أن يذهب العديد من كبار الشخصيات ومن بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلقاء نظرة الوداع على نعشها. وقدرت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة في الحكومة البريطانية أن تكلفة جنازة الملكة إليزابيث الثانية الاقتصاد البريطاني 2.5 مليار جنيه استرليني. في كنيسة الملك جورج السادس يوارى جثمان الملكة إليزابيث الثانية بعد ساعات قليلة عقب مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور غرب لندن بعد مراسم الجنازة الوطنية، لتنتهي مسيرة واحدة من أطول زعماء العالم قيادة لبلادهم. جنازة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما تعد الجنازة الرسمية الأولى منذ وفاة رئيس الوزراء البريطاني تشرشل في عام 1965، حيث يشارك بها أكثر من 2000 مدعو بينهم مئات من قادة الدول وأفراد من العائلات الملكية. ووفقاً للقصر الملكي فإنه عقب مراسم الجنازة سيتم نقل النعش على عربة مدفع في مسيرة عبر شوارع العاصمة البريطانية حتى ميدان ويلينغتون الواقع في هايد بارك كورنر، ومن ثم نقل نعش الملكة إلى كنيسة سانت جورج مروراً بممر لونغ ووك المؤدي إلى قصر ويندسور. وتشهد كنيسة سانت جورج مراسم إقامة الصلاة على جثمان الملكة الراحلة بحضور أكثر من 800 شخص قبل مراسم الدفن التي يحضرها فقط أفراد العائلة من دون مصورين أو كاميرات، ليرقد نعش الملكة في تلك الكنيسة الملاصقة للكنيسة الرئيسية حيث دفن والدها ووالدتها فضلا عن رمادي شقيقتها الأميرة مارغريت. هذا ومن المقرر أن تعرض الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث في نحو 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات. كما أعلنت الحكومة البريطانية اعتبار يوم الجنازة عطلة رسمية. قوات الأمن في العاصمة البريطانية لندن من جانبها أعلنت حالة التأهب القصوى لتأمين العاصمة قبل جنازة الملكة إليزابيث الثانية، حيث تم نشر أكثر من 2000 فرد أمن في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يشارك عدد كبير من قادة وزعماء العالم في مراسم الجنازة. أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسي بيلوسي دعم الولايات المتحدة للحكومة الأرمينية والتزامها بأمنها، محملة باكو مسؤولية المواجهات العسكرية في ناغورنو كاراباخ. وقالت بيلوسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالعاصمة يريفان، قالت إن المواجهات العسكرية ليست الحل للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان، مؤكدة التزام واشنطن بأمن أرمينيا. وأضافت أن العلاقة بين الولايات المتحدة وأرمينيا تستند إلى التزام واشنطن ودعمها لأرمينيا، مؤكدة أن ديمقراطية أرمينيا وسيادتها من أولويات الولايات المتحدة. قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمتين هاتفيتين مع رئيسي كرغستان وطاجكستان في أعقاب الاشتباكات على الحدود بين البلدين. وأضاف الكرملين أن بوتين حث الجانبين على منع المزيد من التصعيد واتخاذ إجراءات لحل الموقف بالوسائل السلمية والسياسية والدبلوماسية في أقرب وقت ممكن. كما أكد بوتين استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة لضمان الاستقرار في المنطقة على الحدود بين البلدين. قالت قرغيزستان وطاجكستان إن إجمالي عدد القتلى الذين سقطوا جراء الصراع الحدودي بينهما ارتفع إلى 71 قتيلا في البلدين. واشتبكت قوات من الجمهوريتين
تحتيتين سابقتين بسبب نزاع حدودي في الفترة من 14 إلى 16 من سبتمبر، وتبادلتا الاتهامات باستخدام الدبابات وقذائف المورتر والمدفعية والطائرات المسيرة الهجومية لاستهداف مواقع عسكرية حدودية وتجمعات سكنية قريبة. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 3 قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة يومي 18 و19 من سبتمبر 2022. وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هذه القوافل تجوب المحافظات وهي تحديدا الإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الكشف والعلاج مجانا في التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة، إضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل. انطلقت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات بمحافظة البحر الأحمر. وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إسماعيل العربي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 125 حالة بمختلف التخصصات الطبية، وتم إجراء 36 فحص معملي وإجراء 14 أشعة وسونار، كما تم إجراء 22 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة. هذا وتضم 9 تخصصات طبية مختلفة، وتم صرف العلاج بالمجان وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة وتحويل الحالات الكبيرة إلى المستشفيات القريبة من المريض. القافلة بتأدي خدمات ممتازة على أعلى مستوى. هنا عندنا في عيادة النساء طبعا بنقدم خدمات رائعة للسيدات، سواء من كشف طبي أو مشورة في مجال تنظيم الأسرة، وكذلك تركيب أو إعطاء الوسيلة المناسبة للسيدة بعد طبعا الحديث معاها ومعرفة الظروف المحيطة بها واختيار أنسب وسيلة لها. وكمان بنقوم بمتابعة الحمل، والخدمات كلها مجانية سواء سونار أو تحاليل، وكذلك برضو إذا كتبنا علاج بيصرف العلاج بالمجان من صيدلية القافلة. احنا هنا بنقدم في القوافل عندنا معملين، معمل دم وفي معمل طفيليات. في معمل الدم احنا بنقدم خدمات متميزة جدا، بنقدم حوالي 10 تحاليل من وظائف كبد وكلى وكوليسترول وترايجلسرايد، بنقدم هيموجلوبين. احنا هنا بنقدم برضو حاجة للناس، ان احنا بقدر الامكان نحاول نقرب لهم المستشفيات اللي هم بعيد عنها، بحيث وجود صف كامل من الدكاترة. وبنحنا هنا بنقدم حاجة تانية مهمة جدا، ان احنا بنقرب حاجة مهمة للناس، ان هي اهمية التحاليل، ان انه لازم تعمل تحاليل بقدر الامكان كل 6 شهور عشان يطمن على صحته. نظمت وزارة الداخلية في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضرية الجديدة على مدار 3 أيام بمقر أكاديمية الشرطة. لم يقتصر دور الدولة على بناء بدائل للعشوائيات فقط، بل استهدفت معها بناء الإنسان. الاهتمام بالأطفال والنشأ إحدى أولويات الدولة المصرية لخلق جيل جديد مبدع قادر على تحقيق آمالنا وطموحاتنا في مستقبل مشرق. وتفعيلاً للدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني تلك المناطق، وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، أقامت الوزارة الملتقى الأول بأكاديمية الشرطة لطلائع وشباب مناطق بشاير الخير بالإسكندرية وأهالينا والأسمرات بالقاهرة على مدار 3 أيام لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب،
لما بلدنا ادتنا الحب بنوا علشان نوفوا الوقت أجيال طلع في مصر جديدة بضحكة جميلة ترج القلب لما نشوف أبطال حالفين يحموا ويبنوا اليوم دين وليك يا مصر ردوا الدين لأجل بلدنا ما تتقرار وضرة جميلة حلو نشكر السيد الرئيس السيسي احنا فعلا بجد هنا حاسين ان احنا كلنا واحد كان نفسي اخش كليه الشرطه اتدرب تدريب الضباط برضو المعسكرات دي تديك امل ان انت تقدر تحقق ده انت بتعيش زيك زي الضباط وانت تقدر لما تكبر لو انت حلمك كده تقدر تحققه البرنامج الذي اعدته وزاره الداخليه لهؤلاء الشباب تضمن جوانب رياضيه وثقافيه وتوعويه وفنيه بما يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار والانتماء. الجديد وشمس جديدة ورايا ترفرف جوه قلوبنا وفينا النصر بكرة نضحي علشان مصر ونوفي جميلها طول العمر أجيال طلع في مصر جديدة بتقول استفدت ان انا اصحى في ميعاد انام في ميعاد اكل في ميعاد وبنتعلم كمان الرياضه هنا ان انا اصحى من النوم اعمل رياضه ما كنتش احلم اجي مكان زي كده ومكان بصراحه جميل قوي هنا ويا ريت تتكرر الزياره دي هنا كتير كلنا واحد خليتني ازور المكان دوت وغيرت فكرتي انا اصلا ما كنتش متخيله ان انا ممكن اجي المكان ده اكتشفنا حاجات كتير ما كناش نعرفها ان بلدنا حلوه النهارده كان هو امبارح كان احلى يوم في حياتي شكرا اللي هو يعني خلينا بيدينا جيل جديد اللي هو بيدينا امل للحاجه اللي احنا نوصل لها الرحله كانت جميله جدا بس وعملنا حاجات كتير فيها وانبسطنا من امبارح لحد الان انبسطنا انبساط جميل قوي ويا ريت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يجيبنا تاني واحنا معاه في اي حاجه هو ممكن يعمل لما تشوف افضل حال أسمع مين في الحياة؟ أي حد أسمعه؟ أي حد أسمعه أي كلام أسمعه من حق اللي عايز يقوله يقوله لكن إني أصدقه دي بتاعتي أنا بقى أسمع كلامه للآخر وأعرف هو عايز إيه وبعديها أشوف أنا هعمل إيه إذا كنت هصدقه وأمشي وراه إما مش هصدقه وأنا عرفت هو كده عايز مني إيه وأبعد عن الشخص ده أنا لازم أحيي يوسف تعالى يوسف أنت عندك كم سنة؟ الحياة بتفتح لك إيديها ابتدت بفرصة إنك تتنقل من عشوائيات إلى أماكن آدمية الدولة أدركت إن ده دورها وبتوفرها لك لتتنقل لحياتك أنت الأطفال دول الحقيقة النهاردة بيتقال لهم جملة واحدة أنت اللي بإيدك تبني مستقبلك إحنا ادينا لك الفرصة أنت هتعمل بيها إيه؟ فكرة عبقرية فكرة رائعة بتأكد على أهمية بناء البني آدم جنب بناء الدولة والتنمية المستدامة نقلنا من مكان عشوائي لمكان تاني حضاري وفيه علم وفيه تفكير وفيه كده بس إزاي أنا من جوايا أتغير في المكان ده؟ يعني أهم حاجة تخلينا أتغير في المكان ده إن أنا أحافظ عليه وعشان أقدر أحافظ على المكان الجميل اللي أنا كان نفسي أعيش فيه وأحس بحياة جميلة فيه إن أنا أكون حاسس بقيمة المكان ده وإن أنا أكون متأكد إن المكان ده كمان 10 سنين هيبقى أحسن أما أنا أكبره أكتر وأكتر تخيل حضرتك بنتكلم مع الشباب عن الأحلام حلمك إيه؟ إيه اللي أنت محتاجه عشان نساعدك عشان تقدر تقوم بحلمك ده؟ إيه اللي أنت نفسك تعمله في حياتك أو لأسرتك أو لبلدك؟ إحنا جايين النهاردة نعمل حالة من حالات التعايش الفكري حالة من حالات التعايش مع أفكارهم وحياتهم وأمانيهم هنقدر أكيد نوجههم للطريق الصحيح اللي يقدروا بيه حياة وأحلاقهم دول ولكن لازم الأول نقبلهم ونسمعهم ونشاركهم ونبين لهم إن أهم ظهر سند ليهم هنكون إحنا عشان يقدروا يكملوا في الطرق اللي هم عايزينها دول وهم يعني واثقين إن البلد بكل أجهزتها بتدعمهم
وفي ختام البرنامج نظمت وزارة الداخلية حفلة ترفيهية لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم. لما تشوف أبطال حلفي كما تم تكريم المتميزين فنياً ورياضياً وتعليمياً من خلال احتفالية فنية كبيرة شارك فيها نخبة متميزة من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والصحفيين وشهدت توزيع هدايا عليهم. أنا سيد ياسر من أسمرات. إحنا كنا عايشين في مكان ما كانش عندنا أمل ولا تفكير في بكرة، إنما النهاردة في مكاننا الجديد كان عندنا أمل وتفكير في بكرة. المكان الجديد عرفنا قد إيه البلد بتحبنا. وأنا دينا خالد ساكنة في أهالينا. إحنا بنتمنى من وزارة الداخلية تعمل لنا كل شهر حاجة زي كده عشان نقرب منهم أكتر ونحب بلدنا أكتر وأكتر. وأنا اسمي يوسف عبدالله، أنا جاي من حي الأسمرات. إحنا كمان خدنا هنا ندوات تعرفنا اختلاف الرأي من غير ما نتخانق، ونتقبل الرأي الصح حتى لو ما كانش ده رأينا. نحترم بعض ازاي، نبادل المسؤولية عشان وطننا وأهلنا يقدروا يعتمدوا علينا. بنوادكم وبنوادك يا سيادة الرئيس إننا هنبقى بجد جيل جديد، هنبقى بجد جيل جديد، هنبقى بجد جيل جديد. وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط 498 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 106 أطنان مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة نجحت الوزارة في ضبط قرابة 4 أطنان فضلا عن ضبط قرابة 102 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية.
كما تم ضبط 718 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 147 قضية خبز ناقص الوزن و126 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. ختم نشرة الثالثة، هذه تذكرة بأبرز العناوين. خلال كلمته في مؤتمر العمل العربي، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر ستظل داعمة لكافة قضايا الأمة العربية وحريصة على استقرار شعوب المنطقة. بموجب الاتفاق الأممي بين موسكو وكييف، أوكرانيا تعلن مغادرة نحو 4 ملايين طن منتجات زراعية من موانيها. رئيسة مجلس النواب الأمريكي تدين من يريفان هجمات أذربيجان الأخيرة على أرمينيا. انتهت نشرة الثالثة من التلفزيون المصري، إلى اللقاء.